معانا بقى صوص الثوم هنعمله مع التوست الابيض. خلاص، عباره عن ايه صوص الثوم؟ مايونيز، فصوص من الثوم، كزبره خضراء، ماشي، وكمان ايه؟ عيش توست. كزبره اهي مع حبه بقدونس. هجيب الثوم، هحط الثوم زي ما هو كده ني، خلاص، مع حبة ليمون، مع المايونيز، ثوم ني، هعمله بس الأول مع حبة بقدونس وكزبرة، وبعدين أطحنهم كويس قوي قوي قوي، بعدين أحط عليهم المايونيز، رشة ملح، هحط عليه بقى ايه؟ معلقة زبدة هتخليه كريمي شوية عن كده، معلقة صغننة قوي من الزبدة السايحة، مفيش، حطوا زيت زيتون. بصوا بقى عامل ازاي لما حطيت الزبدة، شايفين؟ شايفين عامل ازاي؟ اهو بصوا. هزود عليه ايه بقى دلوقتي؟ هزود عليه مايونيز، وقوم ايه ضربه ضربه كمان في الكب. بس كده خلاص اهو، تمام، بقى جاهز. الزبدة هحط عليها حبة جبنة مع البقدونس اهو، وايه ولخبطه حلو قوي كده، ولخبطه كده حلو. ممكن مع عيش شامي، يعني بينفع مع اي حاجه الصوص ده. خلاص كده، وادخله الفرن.